سلام البنات، صباح الخير عليكم. الزول فلاوانت، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم هذا لي بيني بالفرماج، يجي رائعين. صدقيني ذوق تاع الفرماج يجي هايل في هذا لي بيني. تقدري تحضريهم مثلا في صبيحه العيد، بما انه يعني ما يسحقوش عجن ولا دلك ولا اي شيء، يجيو ساهلين بزاف كما راح تشوفي معنا ان شاء الله. عندي اذا 4 قطع تاع الجبن، قرصة ملح، تقدري طبعا ديري 2 قطع ولا 3. نحاول اذا نخلط هذوك 2 حبات تاع البيض مع الفرماج. دركا راح نضيف مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز مع مغرف كبيرة تاع السكر. طبعا السكر تقدري تزيدي شوية، انا درت برك مغرف، لحبيت يجي حلوة تزيدي يعني الكمية. نضيف 2 مغارف تاع حليب البودرة، شويه تاع لافاني. بالنسبه للحليب يعني تقدري تستغني عليه. نخلط اذا المكونات هادو. نضيف هنايا كاس تاع حليب، كاس تاع ماء، يكونوا طبعا دافيين. وضفت كاس صغيره تاع زيت اللي هو كاس اتاي. نبدا دركا نضيف في الفارينه. ضفت الكاس الاول تاع الفارينه. نضيف هذا الباكي تاع خميره الحلوه. نكمل اذا نضيف الفارينه تاعي، عندي حوالي 5 كيسان. لكن انت يعني على حسب الفارينه تاعك شحال تدي لك. هاي لك العجينه تاعنا كيفاش تكون. طبعا ديريها طريه باش تجيو البيني تاعك خفاف. هاي لك كيفاش تكون العجينه. دوك نخليها ترتاح هكاك شويه يعني ماشي بزاف. بعد ما خمرت اذا العجينه تاعي، دركا نبدا نخدم فيها. ناخذ اذا النص تاع العجينه نحلها هكا بالحلال. انا العجينه ما نديرهاش رقيقه بزاف وما نديرهاش ثاني خشينه كيما نديرو الكسره وخلاص. تقطع يعني قطعيها كيما حبيتي. انا هنايا درت شكل يعني جديد شويه كيما نديرو الكريوش مثلا. هاي ليك. كل وحده طبعا نقطعها في الوسط كيما راكي تشوفي، ونلويها للداخل. هاي ليك، نتمنى يعني تكون الصوره واضحه. نحط شويه تاع الفرينه فوق السنيوه ونحطهم باش ما يتلصقوليش. بعد ما نكمل اذا كامل الكميه اللي عندي، نبدا نطيب في هذوك الاولين اللي حطيتهم. بعد ما حطيتهم اذا فوق في الزيت، ما نرميش عليهم هنايا الزيت، يتنفخوا وحدهم. باسكو هادو ماشي هادوك اللي يجيو فارغين في الوسط. طبعا كي يطيبون من الجهه نقلبهم من الجهه الثانيه. لا كولور تاعهم كيما راكي تشوفي تجي يعني اللون ذهبي، ما تخليهمش يطيبوا يعني يحمروا بزاف. بعد ما نكمل كامل الكميه اللي عندي، هنا عندي السكر العادي، درت له شويه تاع لافاني البودره باش يعني يجي الذوق تاعها شباب. كيما شتي اذا لي بيني هادو يجيو ساهلين بزاف باش تحضريهم.
نكمل اذا نرمدهم كامل في السكر. تقدري طبعا ديري السكر الناعم اللي هو سكر غلاسي، لكن يعني من المستحسن ديري هذا يجي احسن. هاهم لك لي بيني تاعنا بعد ما كملتهم يجي روعه هاد لي بيني. درك نقطع لكم وحده تشوفوها، هاي اللي كيفاش تجي خفيفه. كانت هذه اذا الوصفه تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وإلى عجبتكم بيان سور ما تنساوش ديروا جيم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.